النائب محمد أبو حامد. أوافق. النائب محمد أبو حامد. أوافق على إسقاط العضوية. النائب المحترم حسن عمر حسنين. أوافق. النائب المحترم نبيل بولس. 34 موافق. النائب جمال الشويخي. أرجو الهدوء. النائب جمال الشويخي. أنا أطلب من الأمين العام. النائب جمال الشويخي. موافق. النائب محمد ماهر حامد. موافق. النائب أحمد عبد الجزار. موافق على إسقاط العضوية. النائب سعيد حنفي شبايك. موافق. النائب جمال الشريف. النائب جمال الشريف غير موجود. النائب عصام فاروق. تفضل. أوافق على إسقاط العضوية. النائب محمد العقاد. أوافق. النائب محمد شعبان. أوافق. النائب خالد عبد العزيز. أوافق. النائب علي عبد الونيس. أوافق. النائب إسماعيل نصر الدين. سمعت علوم ولا لا؟ علوم سمعت ولا لا؟ سمعت؟ تمام يا فندم. النائب حمدي عبد الوهاب. سمعت إسماعيل نصر الدين عليه؟ النائب إسماعيل نصر الدين من فضلك. يعني أنا شايف الاتصالات، سأتخذ قرار على الفور بكل اللي هم بيشتغلوا في الاتصالات إلى النقل إلى جهة تانية خارج المجلس إذا استمر هذا العمل. تفضل يا سيدي. النائب إسماعيل نصر الدين. أوافق. النائب حمدي عبد الوهاب. أوافق. النائب عصام القاضي. أوافق.